هاي جينا هنا ليش؟ لأن بينا بتتخرج حافل تخرج بينا بسير من الروضة تروح أولى إيه وبتصير أولى ويصير ميسي وأنا باقي 30 جينا سنة جينا نشتري لها كعب التخرج أنا بصير بيصير عمري 6 أيوة يلا 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 نطلع نشوف إن شاء الله نحصل هنا أنا باقي ما دخلت أنت ما في تخرج أنت تروح صف ثالث المدرسة أيوة أنا طول ايه تروح صف ثالث في نجاح بس حفلة نجاح نجاح يعني بداية بس بينا حفلة التخرج يشبه الدود شوف الخيط شبه تقعد يشبه الدود يلا نبغالك ايوه نبغى زي كذا بس شوفي هذا رمادي هو يدينا وقاس نبغى زي كذا بس لون اسود طبعا عشان بيكون الفستان لون ابيض هناخذ لها زي هذا مع قبعة التخرج وخلاص هذا اللي اتفقوا عليه في المدرسة تعالي بينا كذا بينا سوينا البروفة معلش هذا طويل أصغر مقاس هذا جعلها بس لا تمام بطولك يعني مع الفستان بيطلع حلو بس لين عندي شوزي لين عندي شوزي يعني ايوه اوقفي كذا ايوه استقيمي عادي غسان ما جرب كان كورونا ما كان في روضة فترة الكورونا كان هو المفروض روضة فما جرب التخرج والأشياء هذه انحرف بينا دحين قاعد مبسوط قاعد يلبس قبعة التخرج بيصير ثالث ميتو بيصير ثالث يلا دخلي هنا نرى بيصير ثالث بيصير ثالث يا عمري يلا كانت يطلع شكلك مرة حلو بيصير ثالث ميتو ايوه سنة ثالث بس كان الكورونا ايام الكورونا ما جرب حلاوة التخرج من الروضة على طول درس اولى يلا يلا خلاص كذا خلاص جربت ها لا يلا يلا نروح نحاسب بعد ما اخذنا اغراض التخرج جينا هنا المول نبغى لها فستان ابيض طبعا اتفقوا المدرسة فستان ابيض مع قبعة التخرج اسود حصلنا هنا أكثر من فستان جربنا عليها أبيض بس أكثر شيء عجبني وكان ضابط عليها هذا الفستان ماما أنا إيه حفلة إيه؟ حفلة نجاح حفلة نجاح يعني تلبسون قبعة مثل بين ذي الشيء لا حفلة نجاح ما فيها هذا تخرج يعني هدايا بس هي متخرجة من الروضة يعني بس هدايا أيوة بس هدية نجاح واحدة مو هدايا آيباد برو امشي 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 ابي البطل 15 شوفوا الفستان اللي اخذت البينة ابيض هو اكثر واحد ناسبها في اللبس وانا شوفوا لبسي هذا ضبط علي ايوه يا سلام يا سلام الكشخة والحلاوة يا سلام شوف شوف بسوي حركة شوف بسوي حركة حكولي لا شوف شوف يا سلام يا سلام من الحركات. زمان عنكم طولتوا من زمان وش اخبارك وين كنت وش علومك يلا يلا نروح نحاسب بعد ما اشترينا الفستان جينا نتقهوى ايوه ناخذ من القهوة ايش رايك تروح الطاولة اللي هناك ولا اللي هنا ماما واقفين هناك طيب طيب استنى بس الخريجة حقتنا جاهزة مستعدة يا بينا ورينا 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 فستانك الأبيض يا سلام يلا يلا يا المتخرجة يلا هذا فصل روبين روبين say hi اليوم حفلة التخرج حقه وهذا الفصل قاعد يجهزون تجهيزات الحفل ايش رايك يا روبين عجبتك التجهيزات حلوه هاي غسان هنا طبعا
صورة مين؟ هذا في العيد، حفلة العيد. نتخذ ماما في الرايد. حفلة العيد. هذا بينا واقفة عند مبروك التخرج. شوفوا التجهيزات. صحباتهم بدأوا يجون. إن شاء الله. هنا بينا في منصة التخرج. خلاص تجمعوا كلهم الطلاب ما شاء الله على الطاولة. شربوا محتاسة مع قبعة التخرج. بكرة خيك حدك يكبر، كل ما كبرتي حدك أكتر، لو صار عمرك مي. بكرة خيك حدك يكبر، كل ما كبرتي حدك أكتر، لو صار عمرك مي. بكرة خيك حدك يكبر، كل ما كبرتي حدك أكتر، لو صار عمرك مي. وريهم شهادتك، وريهم شهادتك. هذه شهادة التخرج، وهذه الهدايا حقتك. هنا وغسان ما قدر يصبر، على طول لعب أول الهدايا. خلصنا هذه بعد الحفلة. بعد الحفلة لازم تمسكها تعلق. يلا يا بينا، بينا فستانك بينعدم بالسلايم، خليه بعدين. لا بعلق، انا لا بعلق.